انا معاك. ولسه مكملين مع حضراتكم زي ما قلت احتفالاتنا، احتفالاتنا بانتصاراتنا وانجازاتنا اللي احنا هنشوفها ونسلط الضوء عليها على ارض بورسعيد ومحافظه بورسعيد. واحنا بنشوف هذا التغيير اللي بيحصل في محافظات مدن القناة كلها، لكن بورسعيد خلينا أقول إنها لها نصيب كبير جدا من عمليات التطوير، ويمكن هنشوف قد إيه اختلفت ملامح المحافظة تماما يمكن في 4-5 سنوات سابقة. اللي كان هيجي ويشوف بورسعيد ويعدي عليها هيلاحظ بنفسه هذا التغيير. خليني أرحب بضيفي اللي منورني السيد محافظ بورسعيد سيادة اللواء عادل غضبان. زي حضرتك سيادة المحافظ وكل سنة وحضرتك طيب، وأبطالنا طبعا من القوات المسلحة المصرية طيبين وبألف خير، وبكل تأكيد محافظة بورسعيد وأهليها بصحة وخير. طبعا أنا بشكر حضرتك وبقول للشعب المصري كل سنة ومصر كلها بخير وبانتصار أكتوبر المجيدة، وده بيعتبر أول انتصار حقيقي للأمة العربية ومصر في العصر الحديث. سيادة المحافظ، وإحنا بنتكلم عن حلقتنا النهاردة الحقيقة إحنا بنشوف فيها زي ما هو واضح وجالي قدامنا، بنشوف الانتصارات اللي احنا بنحتفل بيها طول الوقت، واللي كانت بورسعيد ليها نصيب كبير الحقيقة من المقاومة والانتصار على مر التاريخ وحتى في العصر الحديث ومؤخرا، وبنشوف كمان الانجازات. خليني أتكلم مع حضرتك على التنمية، التنمية اللي خلت بورسعيد هي جسر ممتد كمان للتنمية الشاملة اللي بتحصل على أرض سيناء الغالية. هو طبعا اللي حصل في على أرض محافظة بورسعيد زي ما حصل في كل ربوع محافظات مصر في 6 سنوات السابقة. يعني يكفينا فخرا بس لو رجعنا بالذاكرة ل6 سنوات سابقة، كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشرفنا هنا بورسعيد في شرق بورسعيد. أيوه. وكان بيدشن مشروع تنمية محور قناة السويس من شرق بورسعيد. أيوه. وكان في حوار كان دار مع سيادته مع المسؤولين في التوقيت دوت عن الأنفاق هنعملها ازاي والمنطقة الصناعية والمنطقة اللوجستية والمزارع السمكية. طيب وكان التدشين ده كان تحت شعار حلم بكرة. طب حلم بكرة ده من 6 سنين أخباره إيه النهاردة؟ النهاردة حلم بكرة بيتحقق على إيد المصريين، لأن احنا عملنا أكبر ميناء محوري بطول أرصفة 5.5 كيلو، وتم تصدير أول شحنة تصديرية من الملح في الفترة السابقة. ده رقم واحد. رقم اتنين أخبار المنطقة الصناعية، عندنا أكبر منطقة صناعية حرة في الشرق الأوسط على مساحة 63 كيلو متر مربع تم إنشاء فيها مصنع الأدوية حاليا. أيوة. دلوقتي طب هنشوف حلم بكرة أخباره إيه النهاردة وإحنا محتفل بحتفالات أكتوبر. هي هنا الحقيقة ما بنتكلمش بس سيادة المحافظة عن أحلام، إحنا بنتكلم على واقع بقى ملموس، واقع على أرض بورسعيد. هي أحلام المصريين كلها اتحققت فعلا في قاطرة تنمية مصر اللي هي محافظة بورسعيد. شفنا أكبر مزارع سمكية أرضية في العالم موجودة في شرق بورسعيد، إن شاء الله سيادة الرئيس في القريب العاجل إن شاء الله هيجي يفتتح هذه المشروعات العملاقة. شفنا مجموعة أنفاق العملاقة اللي في جنوب بورسعيد اللي بتربط ما بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. كان زمان كنا بنعمل أنفاق بتربط ما بين أحياء ومدين الشوارع الرئيسية كنا بنفتخر بيها. النهاردة المصريين كلهم بيعملوا أنفاق بتربط ما بين قارات. عندنا نفق جنوب بورسعيد، نفق 30 سيادة الرئيس كان مشرفنا وكان فتح النفق دوت في من 8 شهور. أيوة. كل ديت أحلام المصريين بتتحقق من شرق بورسعيد. طيب هنشوف غرب بورسعيد إيه اللي حصل فيه. غرب بورسعيد المولى عز وجل كافئ المصريين ومصر بفجر لنا نبيع الخير كله من حقل زهر. حقل زهر اللي هو أكبر اكتشاف في الغاز الطبيعي في المنطقة اللي بيحقق حاليا دلوقتي اكتفاء الزيت لمصر وبيصدر. يكفينا ان احنا بنقول لحضرتك اكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بيتضخ في الشبكه القوميه للغاز الطبيعي ده من غرب بورسعيد، وده اللي جعل مصر كلها المركز الاقليمي للطاقه. طيب لو انا الحقيقه مع كم هذا العدد من المشروعات الحقيقه اللي هي سياده المحافظ مش عارفه ابدا منين تحديدا، احنا عايزين كل الناس تفرح معانا واحنا بنحتفل بفرحتنا وبنصرنا نصر اكتوبر العظيمه وفرحتنا كمان باللي حصل وما تم انجازه، عشان هم الحقيقه كتير جدا. لو احنا بنتكلم خلينا نبدا بهذا الاكتشاف العظيم، او هبدا
من كلام حضرتك وناخد حقل زهر على وجه التحديد، وتحويل مصر إن شاء الله بإذن الله لمركز إقليمي دولي لتداول الطاقة، زي ما يعني احنا بنعرض كمان مع حضرتك دلوقتي لكل المصريين قدامنا عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل في هذه المنطقة على وجه التحديد. لا والله أنا بعتبر الموضوع ده، بعتبر عشان أنا عشته من بداية التحضير ليه، أنا بعتبر ده حلم، حلم عظيم جدا اتحقق في زمن قياسي في أقل من 18 شهر. كان في نهايه في بدايه 2016. أيوة. كان بنخصص الارض اللي اتعمل عليها حقل زهر، وكان في اجتماع للمجلس التنفيذي لمحافظه بورسعيد عشان نخصص الارض للشركه القائمه بتنفيذ هذا المشروع. طب ده كان 2016. طب في منتصف 2017 كان سياده الرئيس كان مشرفنا هنا وبيفتتح حقل زهر، وكان يعني عمل عظيم جدا، وانا بعتبره من اكبر حدث عالمي حصل في هذه المرحله. ده بالاضافه اعقبه حدث عالمي كبير جدا، اول مره لمجلس اداره الشركه المنفذه لشركه اني المنفذه لهذا المشروع. أي. اول مره تتعمل مجلس الاداره خارج اوروبا. كان بيتعمل عندنا الأوروبية. في ارض الجميل عندنا في محافظه بورسعيد. ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى تغيير ديموغرافية وتنمية المنطقة غرب بورسعيد بشكل جذري بنسبة 100%. طيب لو احنا اتنقلنا من حقل زهر ورحنا كمان لهذا العدد من الأنفاق اللي تم إنشائها اللي بقت بتربط محافظات ومدن القناة ومنها بورسعيد بسينا، نقل ان يكون في محور تنمية شامل يخرج من محافظات ومدن القناة ومن بورسعيد يروح على سينا، هذا الامتداد بقى للتعمير والعمران سيادة المحافظ وما تم فعلا انجازه خلال السنوات الاخيره. لما تشوف هنا المنطقه الصناعيه اللي في غرب بورسعيد اللي في شرق بورسعيد اللي هي اللي عباره عن منطقه لوجستيه على مساحه 30 كيلو متر مربع ومنطقه صناعيه على مساحه 64 كيلو متر مربع، ده بالاضافه للميناء المحوري، لازم يخدم المنطقه ديت مجموعه انفاق عملاق عشان تربط المواني شرق ومواني غرب وتربط مصر الام بسيناء. وده اول مره كنا من 30 سنه بنتكلم عايزين ربط الوادي بسيناء. أيوة. الحمد لله اتحقق ربط الوادي بسيناء في اقل من 30 سنه. حلم اتاخر 30 سنه اتحقق الحمد لله. عشان كده بقول لحضرتك احلام المصريين بتحقق حاليا دلوقتي على ايد قياده سياسيه واعيه جدا جدا جدا، واحنا فخورين ان احنا جيل، ان احنا كنا لينا بنحكي امجادنا سواء جيل اكتوبر العظيم اللي أيوة. عبر بينا من الهزيمه للنصر، احنا جيل الحمد لله وفخورين ان احنا جيل ان احنا نقعد نحكي لاولادنا على معركه التنميه العظيمه اللي بيقودها في خمسة عبد الفتاح السيسي، سواء التنمية البشرية ولا التنمية العمرانية ولا الإعمار والصناعة اللي بتنمي في كل مصر. دي حقيقة معركة من العمل والأمل والبنى بتحصل على الأرض. طيب اللي حصل كمان يا فندم من عمليات التطوير، يمكن هنا أهالي بورسعيد قعدوا لفترة طويلة جدا إما معتمدين على البضائع الواردة من الخارج أو لما كانت بورسعيد في السابق منطقة حرة، يعني خليني أكون صريحة مع حضرتك ما كانش فيه الأهالي البورسعيد شغل حركة أو أن يبقى فيه منافذ أو مشروعات تخليهم يشتغلوا في مجالات كتير جدا غير عمليات البيع والشراء. النهاردة احنا بنشوف أهالي بورسعيد في حتة تانية خالص في الشغل، يعني وأنا معدية ما بقاش في المنطقة الحرة اللي احنا تعودنا عليها زمان، بس بقى في حاجات تانية مختلفة تماما. حركة أنا شفتها يمكن بنفسي النهاردة، بقيت أقول لا الحياة في بورسعيد اتغيرت تماما. هو فندم لما درسنا الموضوع ده المنطقة الحرة طلعت بقرار سنة 77. أيوة. بقرار من الزعيم الراحل أنور السادات، وجعل بورسعيد مدينة حرة كما كانت 77. وكنا خارجين في التوقيت دوت من انتصار اكتوبر، وقبل انتصار اكتوبر كان معركة السنزاف والاستعداد لحرب اكتوبر. أيوة. طيب لما بقت بورسعيد مدينة حرة لقينا 26 محافظة بيجوا هنا بورسعيد عشان يشوفوا ايه شكل المدينة الحرة. أيوة. ويشوفوا شكل البضاعة اللي جاية من الخارج او المواد اللي احنا بنستوردها من الخارج، سواء ملابس ولا مواد غذائية ولا سلع استهلاكية ولا سلع منزلية موجودة. فكل اهل مصر
كان بيجوا هنا بورسعيد عشان خاطر يجوا يشتروا. وكان بورسعيد تحولت من لمدينة استهلاكية في المقام الأول. طبعا طيب. مدينة تعتمد على البضائع المستوردة فقط لا غير. طيب لغاية لما في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة الماضية بدأ يتعامل في بورسعيد مناطق صناعية عظيمة قوي. عندنا منطقة الاستثمار أو الهيئة تابعة لهيئة أعمال الاستثمار اللي بتنتج حاليا دلوقتي 54% من حجم صادرات مصر من ملابس الجاهزة. أيوه. البناطيل الجينز والتيشيرتات كل دي بتنتج عندنا من بورسعيد وبتتصدر للخارج، وبيرجع بعد كده تجار بورسعيد بيجي يستوردوها من الخارج تاني. وهي يعني صنع بورسعيد بدل ما كانت محافظة بورسعيد مدينة أو محافظة مستوردة تعتمد على الاستيراد بقت منتجة مصدر. لا ده كمان مش كده كمان يا فندم، بقت أكبر منطقة حرة صناعية تصديرية. عندنا منطقة صناعية اللي هي تتبع هيئة الاستثمار، عندنا منطقة صناعية تتبع محافظة بورسعيد اللي على مساحة 800 فدان اللي فيها أكثر من 400 مصنع. سيادة الرئيس كان مشرفنا هنا في 2016 وكان وزع عقود تمليك، وده كان أول مرحلة. وده خليني بقف مع حضرتك وأقول لك إنه كمان سيادة المحافظ محافظة بورسعيد أو شباب بورسعيد أنا شايفة هنا في الحقيقة اهتمام كبير جدا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل طبعا مع الاستثمارات الكبيرة العملاقة، ولكن كمان ده الحقيقة فيه اهتمام جامد هنا في المحافظة. هو التحول يا فندم بدأ في 2016. التحول بدأ في 2016 من مدينة تجارية لمدينة صناعية. أيوة. تشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندنا هنا، وكان اتعمل 58 مصنع. سيادة الرئيس كان كلف انشاء 58 مصنع لشباب بورسعيد، حولنا الشباب اللي كان شغال في المصانع بقى عنده بقى مستثمر صغير. أيوة. حولنا الشباب اللي كان شغال في الاعمال التجارية بقى عنده مصانع يقدر يقوم بيها دلوقتي. ال 58 مصنع سيادة الرئيس وزع عقود تملكهم لشباب بورسعيد، النهارده المصانع ديت بتصدر لمعظم دول العالم وافريقيا، وبتوفر السلعه بتاعتها للسوق المحلي عندنا في محافظه بورسعيد وخارج محافظه بورسعيد. ده شجعنا ان سيادة الرئيس يدينا كمان 54 مصنع من اجمالي 118 مصنع لشباب بورسعيد. يعني غير ال 54 بقى في 58 مصنع جديد. دي المجموعات اللي هي المجموعات التجمعات الصناعيه اللي هي بتكليف من سيادة الرئيس لمحافظه بورسعيد مباشره، عشان دي تم تنفيذها بواسطه محافظه بورسعيد. وال 54 مصنع النهارده كان سياده الرئيس امر باعطائهم للشباب في منتصف 2019، النهارده في اكثر من 30 مصنع بيشتغل وبيصدر والباقي جاي للتجهيز من 54 مصنع. ده بالنسبه للشباب. طب بالنسبه لصغار المستثمرين، احنا بنطلع طبقه طبقا التوجهات الرئاسيه، بنطلع طبقه من صغار المستثمرين عشان يبقوا من كبار المستثمرين. اتعمل اكبر خمس مصانع عملاقه في محافظه بورسعيد، اللي هي مصنع لزيت الطعام ودي سلعه استراتيجيه، مصنع للتغليف وتعبئه الاسماك وده اتعمل في محافظه بورسعيد وبيتصدر لدول السمك نفسها، بيصدر لامريكا وبيصدر اليابان وبيصدر سوق اوروبا المشتركه. ده بالاضافه ان مصنع لحلل او الاواني الطهي اللي كنا بنستوردها من الصين ومن كوريا النهارده بيتعمل في بورسعيد وبنصدر احنا من بورسعيد. نوت المصنع الخامس اللي هو اكبر مصنع في الشرق الاوسط. أيوة. لصناعه سيارات اطار سيارات، وده تم انشاؤه في سنتين ونص باستثمارات بتفوق 3 مليار جنيه. سنتين ونص فقط لا غير، كانت 3 مليار. ايوه. وباستثمارات 3 مليار بتمويل ذاتي، واللي عمله شاب من اهالينا من محافظه بورسعيد بشراكه المانيه امريكيه، والحمد لله المصنع ده بدا ينتج من 4 شهور وغزا السوق الافريقيه، وحاليا دلوقتي بيجهز شحنات تصديريه لامريكا واوروبا. طيب النقله دي كمان بسياده المحافظ حصلت، احنا طبعا عارفين المحافظات الساحليه في مصر بيكون فيها عدد كبير جدا من الاهالي والمواطنين اللي هم بيعتمدوا على الصيد، لكن التطوير كمان اللي حصل في الـ في الـ في الموضوع ده اللي حل مشاكل لعدد كبير جدا من الصيادين، عمليات الاحلال والتجديد اللي تمت لعدد من مراكب الصيد، خليني اقول لك كمان معايير الامن والامان والمواصفات العالميه سياده المحافظ، ده في المقام الاول لان احنا في منطقه غير عاديه بالنسبه لنا كلنا وحركه تجاره دوليه. بالاضافه لعدد من المزارع السمكيه اللي شفنا سياده الرئيس كان بيفتتحها اكتر من مره، يعني في اكتر من مزرعه سمكيه على مساحه كبيره. حقيقة. هو اللي حصل طفره في الثروه السمكيه في مصر كلها وفي محافظه بورسعيد وضع خاص. عندنا هنبدا ببحيره المنزله. بحيره المنزله ديت كان من قبل 2015 كانت دنيا صعبه جدا جدا، وكان حجم التلوث في البحيره
بيفوق الخيال. كان كل يوم بينزل اكثر من 12 مليون متر مكعب من ميه الصرف الصحي والصرف الصناعي والصرف الزراعي في بحيره المنزله. سياده الرئيس احيا بحيره المنزله بقراره العظيم، انا بعتبره ده قرار تاريخي طبعا. ان بحيره المنزله هترجع او رجعت تاني حاليا زي الاول. اشترك في هذا القرار وهذا تنفيذ القرار دوت الهيئه قناه السويس، القوات المسلحه المصريه العظيمه اللي شغاله لغايه دلوقتي بنطهر بحيره المنزله. النهارده احنا وصلنا في نطاق محافظه بورسعيد اكثر من 84 الف فدان تم تطهيرهم. نوعيه الميه بدات تتغير، نوعيه السمك بقى يظهر جديد. بقى في صيد حر، بقى في صيد حر، بقى الصيادين في محافظه بورسعيد واللي في المحافظات المجاوره زي المنزله والمطريه بييجوا يصادوا عندنا في بحيره المنزله وبيشوفوا الدنيا عامله ازاي. ده بقى الخير بقى يعم على الصياد نفسه، بقى نوعيه السمك اختلفت. بدل ما كان الاول بيطلع بطريقه غير شرعيه وسمك يعني غير صالح للاستخدام الادمي، دلوقتي سمك صحي جدا وباسعاره الى حد ما تنافسيه، بالاضافه ان الصياد بقى ليه مصدر رزق. والحين وفي استقرار كمان في اسعار سوق السمك في مصر، يعني بقى انا بتكلم هنا كمان على المستهلك المحلي. ده بالنسبه لبحيره المنزله، اما بالنسبه لقناه السويس والبحر الابيض المتوسط، طبعا سياده الرئيس لو نفتكر بالذاكره كان في 2014 كان دشن اكثر من 24 مركب صيد للصيادين اللي هم في اللي انشاتهم هي قناه السويس. والنهارده في استكمال لمراكب الصيد بيتم انشائها بره عشان توزع للصيادين مصر، اللي هم دلوقتي المراكب ديت حاليا بتشتغل في اعالي البحار، دلوقتي بتطلع بحار البحر البحر خلاص المتوسط. بتخرج كمان بتخرج في اعالي البحار البحر المتوسط وبتجيب بقى في خير دلوقتي وتم منحها للصيادين للصيادين من بورسعيد. ده بالاضافه يا فندم للمزارع السمكيه الارضيه، اتعمل في نطاق محافظه بورسعيد اكبر مزرعه سمكيه ارضيه في العالم كله اللي موجوده في شرق القناه، وده عمل عظيم جدا جدا قامت بيه قواتنا المسلحه المصريه العظيمه، وان شاء الله في الايام القليله القادمه يتم افتتاحها. ده بالاضافه ان في 2016 سياده الرئيس كان افتتح مزارع السمكيه الخاصه باقي قناه السويس اللي موجوده في نطاق محافظه اسماعيليه. طب تخيلي المنطقه دي كلها اللي فيها في محور قناه السويس فيها هذا الكم من الاعمار وهذه المشروعات العملاقه اللي بتعدي المليارات. طيب ده بينعكس على المواطن؟ ايوه بينعكس على المواطن، بينعكس على سلوك المواطن؟ ايوه بينعكس على سلوك المواطن، بينعكس على الدخل للنسبه للمواطن؟ بينعكس على الدخل طبعا، لانك بنين اللي هي محافظه كانت معتمده على الاستيراد ان يبقى فيها حركة الشغل وحركة العمل بالشكل ده. طب خليني أقول لحضرتك إن بورسعيد برضو الحياة زي ما سيادة الرئيس وضع إيده الحياة في ملف شائك، هو ملف فكرة العشوائية أو مخالفات البنى، والحياة أنه قرر أنه هذا المصطلح ما يبقاش موجود في تاريخ مصر أو محافظة مصر. بورسعيد كمحافظة بنقول ما بقاش فيها عشوائيات، ما فيش الجملة دي مش موجودة ببورسعيد. الحمد لله الحمد لله ما فيش ولا منطقة هو كان تكليف فيها عشوائية. يعني كان تكليف من سيادة الرئيس ان من يوم ما حلفت اليمين في 2015 كان سيادته وجهني ان انا اغير وجه الحياة بورسعيد لصالح المواطن. بدأنا بدعم سيادته ان احنا ازالة العشوائيات. كان عندنا في بورسعيد اخطر بؤر عشوائية في جمهورية مصر العربية. عندها اول منطقة عشوائية اللي هي كان منطقة الابوطي اللي كان بيسكنها 42 ألف أسرة، رقم كبير جدا. 42 ألف أسرة دول كانوا أكثر من 40 سنة موجودين في عشوائية الأبوطي وكانوا بيتاجروا بيهم أهل الشر، كان الإخوان بيتاجروا بيهم سياسيا طبعًا ودينيا طبعا كل حاجة، وبيئة طبعا وبيئة لا تصلح للأطفال ولا الحمد لله إنسان. في أقل من سنة تم إزالة هذه العشوائية وتم تطويرها بأسلوب نمطي غير نمطي في مصر، ان احنا في ناس لها اراضي اعطينا اراضي وبداوا يبنوا عمارات وبنوا عمارات فعلا خمس ادوار وست ادوار، وفي ناس خدوا وحدات سكنيه من مدينه. شكل العمارات الحاله اتبنت الاسكان الجديده لا في بورسعيد جالي حاله من حالات الانبهار لدرجه ان انا رجعت والله سياده المحافظه سالت تاني انتم متواثقين ان دي عمارات الاسكان اللي موجوده في بورسعيد؟ قالوا لي هي يعني ببص على شكل العمارات الحقيقه في وسط حتى المنطقه اللي هم موجودين فيها لم اتخيل هذا الجمال حقيقي. يعني ده حقيقه احنا بنتكلم في مجال العشوائيات الاول يا فندم بس كده، وعمارات اسكان النورس الحقيقه حاجه مش طبيعيه. عشوائيات تخيل لا انا عارفه ان دي كانت منطقه عشوائيه، عشان كده مع حضرتك دلوقتي على الهواء بنعرضها امام كل مشاهدينا عشان يشوفوا اللي انا بتكلم عنه. انا بقول لحضرتك انا هذا الانجاز الكبير اللي تم على بورسعيد اللي خلاني انا كمان اتساءل يعني هل انا غلطت او ده مجمع سكني او منطقه استثماريه، فقالوا لي لا
دي المجمع الاسكاني اللي حصل الجديد في مساحتها 90 متر، ثلاث اوض وصاله وبديل عشوائيات. وكان المكان العشوائيه ديت، المكان دي كان موجود في منطقه هاجوج الاصلاح والجناين، مدخل محافظه بورسعيد. أيوة. كان مدخل محافظه بورسعيد اكبر مناطق عشوائيه، منطقه هاجوج، منطقه اصلاح، منطقه الجناين، وتم ازالتها وتم تسكنهم في منطقه النورس. ده بالاضافه ل كان منطقه عزبه ابعوف، كان من اخطر بؤر عشوائيه. دي اشكاليه كبيره دي، ده كان حاجه صعبه جدا. أيوة. والحمد لله تم ازالتها. المشكله في ايه بقى؟ ان اتعمل مكان عزبه ابعوف، اتعمل مكان فيها اكبر كومباوند في المنطقه، وغير من ديموغرافيه المنطقه الموجوده دي حاليا دلوقتي. طيب اتعمل في مكان العشوائيات اللي هي القناه الداخلي، اللي كان الداون تاون بتاع محافظه بورسعيد، وسط محافظه بورسعيد، عشوائيه كبيره جدا، اتعمل فيها سوق الخضار، وتعمل فيها سوق السمك اللي ده من التكليف من سياده الرئيس. انا كان هيبقى سؤالي القادم، لانه سياده الرئيس الحقيقه مهتم جدا بالمواطن، بالمواطن البسيط وبنى الانسان، وانه كمان كل مواطن مصري طبعا يعيش ويشتغل في مكان امن ونظيف ويوفر له حياه كريمه. طبعا. كنت لسه اسال حضرتك على والحقيقه سوق السمك كان ازمه كبيره جدا حقيقة. مش عارفه ازاي برضو يعني خلينا نقول هذا الاعجاز في نقلة سوق السمك للشكل الحضاري هو فندم بمنظره ده. هو يا فندم حضرتك عشان تبقى في منطقه عشوائيه وتحوليها لمنظر حضاري، بقى مزار سياحي لكل المصريين والناس والدول العربيه بيجوا يزورنا، ان هو عشان يشوفوا سوق السمك. انا هروح بعد الحلقه ان شاء الله. ده كان فعلا كان عمل عظيم. وفي نفس الوقت كون الاهم من كده، كون انك انت تجيبي تجار الاسماك العظام دول اللي هم كانوا شغالين بقالهم اكثر من 50 سنه في اماكن متفرقه، من غير سيطره، من غير اداره، من غير تنميط لعمليه شغلهم، ده كان عمل برضو كبير قوي، خد مجهود كبير قوي. فانشأنا سوق السمك بتكلفه بيعدي 160 مليون جنيه، وعملنا السوق ده ودخلنا كل بائع السمك سواء الجمله والتجزئه عشان نسيطر على الاسعار. يبقى دي سجل الجمله موجود اهو، بيجي له السمك من الخارج او من 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 المصايد، وتاجر التجزئه بياخد منه عشان ما فيش سعر النقل، ده هو نفس السوق، في قائمه اسعار موجوده، في امن، في اداره، في ما بقاش في كمان البائع الجائلين او البائع العشوائي بره. لا يا فندم ده ما بقاش موجود. لا لا الحمد لله. وبقى مزار سياحي، وبقى مزار ده اللي شجعنا ان احنا بتكليف برضو من سياده الرئيس ان احنا نعمل سوق الخضار. سياده الرئيس في 5/2/2019 كلفنا نعمل سوق خضار نفس النموذج بتاع سوق سمك، الحمد لله اتعمل. وان شاء الله في الايام القليله جدا القادمه خلال الشهر ده هيتم افتتاحه، وهو مضاهي لسوق السمك بالظبط، برضو جمله وتجزئه، لان احنا عايزين برضو نطمنهم على صغار البائعين عشان مش هتقول انه الاماكن دي مخصصه بالزبط للتجار الكبار او كده، لا هي كمان لصغار البائعين او الباعه الجائلين اللي كانوا بره، بقى يقدر يجي ياخد باكيه. كل بيدخل دلوقتي يا فندم، بالاضافه ان احنا في كل منطقه في الاحياء طورنا الاسواق اللي هي المحليه بتاعت الاحياء، وبتكلفه ماليه بتعدي ل 40 مليون، اكثر من 16 سوق. وان شاء الله في الايام برضو القليله القادمه برضو هنبدا نفتح. عن بورسعيد الحمد لله تحولت من تجاره عشوائيه لتجاره نمطيه. ومن صناعه، من اكبر مدينه صناعيه تصديريه، انا بعتبرها ده عمل عظيم جدا جدا، بتضاهي المدن الصناعيه اللي موجوده على البحر المتوسط. خلينا نقول ان ده جهد كبير وتم في وقت قياسي يا سياده المحافظ. كمان بورسعيد كان ليها نصيب برضو انه التامين الصحي الشامل في مصر، وده حلم لينا كلنا انه احنا اخيرا بقى المصريين يكون عندهم تامين صحي بجد. فكان ليها نصيب ان هو التنفيذ لمنظومه التامين الصحي الشامل في مصر تنطلق وتبدا من محافظه بورسعيد، وتحويل بقى المستشفيات الحكوميه لمستشفيات نموذجيه لاستقبال المرضى جميعا. بأمانة ده كان حلم، وأنا كمسؤول في محافظة بورسعيد كنت بحلم بهذا الحلم يتحقق من وأنا عندي لسه 6 سنين، وكان ده حلم كل أحلام المصريين، إن إحنا عايزين نطبق عندنا منظومة التأمين الصحي زي الدول متقدمة أوروبا وألمانيا فالحمد لله الحلم اتحقق برضو على إيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أحلام والله والله أحلام المصريين كلها بتتحقق، عشان ده بيعتبر إعجاز. أنا بعتبر اللي حصل في 6 سنين اللي فاتت دول مفيش عقل في الدنيا يقدر يستوعبه. حقيقة. اللي حصل في مصر في 6 سنين اقسم لك بالله ما في عقل في الدنيا يقدر يستوعبه، وما فيش دوله تقدر تعمله الا المصريين، ومصر بقياده سياسيه. التامين الصحي ده واحنا بنشغلين فيه انا ما كنتش مصدق ان هو هيتنفس. لا كان عندي صحي واستمر وعدد كبير جدا من المبادرات عشان الرئاسيه، عشان كان في مشاكل كتير جدا يعني هو يعني هو التامين الصحي مش عباره عن مبنى واجهزه طبيه،
لأ، أجهزة التأمين الصحي عبارة عن أطباء وتمريض، ومواطن هيتعامل مع هذه المنظومة عشان تنمط المواطن يا فندم، عشان يتعامل مع هذه المنظومة بأسلوب تكافلي. ليه التأمين الصحي ده مشروع تكافلي؟ طبعا أنا بيتخصم مني كل موظف في الدولة بيتخصم منه جزء، يعني كان عن محافظة بورسعيد. طب أنا ممكن أنا الجزء دوت أنا سهمت بيه إن أنا ما عيتش خلال السنة، دي نعمة من عند المولى عز وجل، بس أنا بيروح لحد تاني وهكذا، بس في زميلي وفي قريبي خد هذه الخدمة المتميزة. اللي حس بمنظومة التأمين الصحي اللي راح المستشفيات بورسعيد وتعالج فيها وحس بالتغيير الجذري. يكفينا فخر ان احنا عندنا اكثر من 43 وحده صحيه نموذجيه، 6 مستشفيات على ارقى مستوى بتضاهي المستشفيات العالميه، اصطاف من الاطباء على اعلى مستوى، اصطاف من التمريض على اعلى مستوى. في الاول المواطن ما كانش مصدق وكان في مشاكل، دلوقتي النهارده بعد سنه من مرور التامين الصحي الشامل لا يكفينا فخر ان احنا ما عندناش قائمه انتظار. يعني كل خطوه احنا بنعرض لكل مشاهدينا ولكل المصريين في كل مكان صورة حية من أرض الواقع بين بورسعيد. يعني كل جزئية سيادة المحافظ بيتكلم فيها حضراتكم بتشوفوا معانا الواقع، علشان نعرف قد إيه بجد اللي حصل من عملية التطوير وهذا الإنجاز والإعجاز اللي تم بشكل سريع جدا. أنا طبعا هتكلم بعد كده على التأمين الصحي بشكل كبير سيادة المحافظ، لكن عايزة أقول لحضرتك كمان أنه مصر في مشروع قومي عملاق آخر تم إطلاقه، وهو الشبكة القومية للطرق والكباري، وأنه ما احنا عارفين أنه ما فيش استثمار، واستثمار الضخم اللي حضرتك اتكلمت عنه يمكن من بداية لقائنا بالأرقام دي والمنطقة الصناعية بدون ما يكون في طرق آمنة وسريعة وميسرة. انا وانا جايه امبارح برضو الحقيقه قعدت امر على الطرق الجديده والطريق الدولي الساحلي، الربط اللي بيحصل بالدائري الاقليمي، انك تلاقي بورسعيد بقت مربوطه بكم عدد من المحافظات غير عادي، وفي وقت يمكن بتروح بتتحرك التوقيت اللي كنت بتاخده في ساعه بتلاقي نفسك بتاخده في ربع ساعه حقيقة. او تلت ساعه مش اكتر يمكن. الكباري العائمة، حجم اللي بيحصل كمان، أنا شايف أنه استخدام العدد من المعديات التقليدية يكاد يكون قربنا نقول مش هيبقى موجود في بورسعيد بعد كده خالص. إيه بقى التطوير اللي حصل في بورسعيد؟ بورسعيد فيها 2 مينا، مينا شرق بورسعيد اللي هو أجوى مينا محوري، ومينا غرب بورسعيد اللي قدامنا دلوقتي حاليا، بيربطها شبكة طرق عملاقة تم تنفيذها في زمن قياسي جدا. لما نشوف شرق القناة لمينا شرق بورسعيد، نيجي عند طريق بورسعيد او شرق بورسعيد شرم الشيخ، ايوه الطريق ده بطول اكتر من 500 كيلو، وده تم تنفيذه زمن كويس جدا، والطريق على اعلى مستوى. دلوقتي انا بطلع من شرق بورسعيد لشرم الشيخ في اقل من 3 ساعات او 3 ساعات وربع، بس تحديدا بالظبط كده. طيب مجموعه الانفاق العملاقه اللي بتربط اسيا، قاره اسيا بقاره افريقيا، بتربط سيناء بمدن القناه الثلاثه ووسط الدلتا، سواء الانفاق بورسعيد والانفاق اسماعيليه وجاري تنفيذ انفاق السويس. طيب الشبكه لما نشوف غرب بورسعيد بيتم تنفيذ دلوقتي او تم انشاء فعلا محور 30 يونيو، كنا احنا في بورسعيديه لما بيسافروا للقاهره بياخدوها في ساعتين وربع ساعتين ونص. بنتكلم على دمياط بقى بتربط دمياط وبورسعيد. انا شخصيا لما عندي اجتماع في القاهره بروح في ساعه وثلث، اطلع من مكتبي للمجلس الوزراء والمجلس المحافظين في ساعه وثلث بالظبط، محور 30 يونيو ده رقم واحد. رقم اثنين طريق الدولي الساحلي اللي تم تطويره بقى على اعلى مستوى. طيب الطرق الداخليه اللي تم تطويرها في جوه محافظه بورسعيد، ما هو لازم عشان احنا بنحول بورسعيد لمدينه شفت كمان حره صناعيه اشارات كمان ومفارق الطرق كلها الكتروني خلاص. لا الحمد لله، لا الحمد مفيش لله ناس بتقطع الطريق، مفيش تقاطع غلط، لا لا الحمد لله، ما اتغير كل المخططات المروريه الموجوده في بورسعيد. وعشان الكلام ده ليه؟ عشان برضو للمواطن رقم واحد ان هو يستفيد منها. الحاجه الثانيه المستثمر الاجنبي لما يجي من الدول الاجنبيه اللي بره ومن دول صناعيه كبيره وما يجي بورسعيد عشان يستثمر ما يحسش بفرق، لا بالعكس ده هو بيشيد ان الانجاز اللي تم في بورسعيد مش موجود في دول ثانيه هو شغال فيها. وده فعلا ده حقيقي، عشان كده بورسعيد سياده الرئيس جعلها قبله الاستثمارات العالميه، وده حقيقه. احنا كل يوم مكتبي بيساب المستثمرين عايزين يستثمروا في المنطقه الصناعيه في جنوب بورسعيد، عايزين يستثمروا في المنطقه الصناعيه في شرق بورسعيد. لا بورسعيد غيرت، واللي غيرها القياده السياسيه بامانه لصالح المواطن والعالم كله. طيب
طبعا حضرتك كلمتنا كتير على المصانع الجديده، وعايزين نعرف بقى اللي حصل مؤخرا. احنا عارفين كان في لقاء مع وزيره الصناعه، وهيبقى فيه برضو مفاجاه جديده ان شاء الله خلال ايام في بورسعيد في الزراعه، في الصناعه، الصناعه، في مجال الصناعه. الصناعة. في عارفين كان في لقاء مع السيده وزيره الصناعه والتجاره الدكتوره نيفين جامع، كان في هذا اللقاء في بشرة خير قريب. لا طبعا هي ست عظيمة ووزيرة نشيطة، وفي تكامل وتعاون ما بين محافظة بورسعيد ومعالي وزيرة الصناعة، ان احنا عندنا المنطقة الصناعية في جنوب بورسعيد اللي تتبع محافظة بورسعيد، ومنطقة صناعية تتبع هيئة المياه الصناعية على مساحة 365 فدان. في حجم استمرار كبيرة جدا جاية في محافظة بورسعيد لهذين المنطقتين، امتداد وتوسعات مصنع الكاوتش. طبعا معالي دوله رئيس الوزراء تفضل مشكورا خصص لنا ارض، ومعالي وزيره الصناعه ان عملنا المرحله، بنجهز دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي على مساحه 360 الف متر، وده المصنع ده هيبقى اكبر مصنع موجود في الشرق الاوسط لانتاج كاوتش السيارات، وده هيغطي 80% من استهلاك مصر من 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 انواع الكاوتش السيارات بالكامل، زائد هيوفر لمصر اكثر من 3 مليار دولار من العمله الصعبه، اللي هو اللي احنا كنا يعني في توفير كمان العمله الصعبه. عارفين برضو سياده المحافظ ان في عدد كبير جدا من السفراء الاجانب، سفراء الدول الاجنبيه، على طول في زيارات مستمره لبورسعيد. ليه بورسعيد تحديدا في الاقبال على زيارتها طول الوقت؟ هو في يعني بقول لحضرتك حجم الاعمال والاستثمارات اللي بتتم بورسعيد بفوق الخيال، في تكافل وفي تكامل وتعاون ما بيننا وبين كل وزارات الساده الوزراء المعنيين، سواء وزاره الصناعه ولا وزير التموين ولا وزير الاسكان. يكفينا فخر الاسكان ده، بورسعيد بنت في بورسعيد مدينه ثانيه، يعني أيوة. فوق بورسعيد اتملت مدينه ثانيه. عندنا الاسكان الاجتماعي في محافظه بورسعيد، يعني لما بيبقى في احد المحافظات المجاوره لما تبقى بتعمل مشروع بارقام معينه. احنا بورسعيد لما نعمل المرحله الاولى الاسكان الاجتماعي عملناه ب 7940 واحد سكنيه، المرحله الثانيه 2882 واحد سكنيه، المرحله الثالثه اللي بتسكن دلوقتي ب 8000 واحد سكنيه. ده اسكان ايه؟ اجتماعي. ده اسكان تعاوني بقى، بالاضافه ان اسكان تعاوني 4000 واحد سكنيه، كلها اتعمل من بعد 2016. كل ده يعني شوفوا الارقام دي يا فندم. طب احنا بنقول على سكن، طب تحت السكن ده ايه؟ اعمال الترفيه المهوله اللي بيتم تنفيذها، سواء اعمال صرف صحي ولا كهرباء ولا طرق ولا غاز طبيعي ولا تليفونات. لا ده ارقام. طيب محطات الصرف الصحي اللي انشا جديده بورسعيد، مش هيستوعب هذه الزياده دي كلها؟ هي الشبكه بالكامل تم تطويرها في اتعمل عندنا محطه فندم باكثر من 600 مليون جنيه في جنوب بورسعيد، بطاقه 60000 متر مكعب في اليوم في جنوب بورسعيد، مش هيستوعب هذه الزيادات دي كلها. لا حجم الاعمار في الاسكان الان بوزاره الاسكان، كان المرافق كمان سياده المحافظه، ده حقيقه. يعني البنيه التحتيه بورسعيد الحقيقه برضو يمكن خلينا نكون واقعيين مع بعض، ما كانش في حركه عمل في بورسعيد قبل 2014 2015، كان الاستسلام للعادي للبنيه التحتيه العاديه اللي كانت موجوده، لحد ما بنشوف النقله دي لتطوير كامل في كل قطاعات المرافق. بنتكلم كمان على محطات معالجه المياه، ودي اعتقد بورسعيد فيما يتعلق بخطوط الصرف او المياه او الغاز بقى او حتى محطات الكهرباء، يعني في نصيب كبير اهو كمان في البنيه التحتيه. انا اقول لحضرتك رقم كده، احنا صرفنا في الاربع سنين اللي فاتوا على اعمال الترفيه في محافظه بورسعيد بيعدي 4 مليار جنيه. 4 مليار جنيه في الترفيه في محافظه بورسعيد. ده رقم كبير جدا طبعا، يعني 4 مليار في اقل من اربع سنين تم انفاقهم من الدوله المصريه لمحافظة واحدة من محافظات مصر في أعمال الترفيه اللي هي البنية التحتية. طيب لما نشوف بقى، احنا ما اتكلمناش عن مدينة سلام مصر، ده عمل عظيم جدا 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 بيتم في شرق بورسعيد، أكبر مدينة موجودة هتبقى موجودة في سيناء. ده بالإضافة هذه المدينة معمولة بالطرز المدن الحديثة تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيها إسكان متنوع، فيها المدينة الرياضية اللي هيبقى فيها الاستاد، سد محافظة بورسعيد لمساحة اللي يتم إنشاؤه على أكثر من 100 فدان، يستوعب أكثر من 40000 متفرج. ده عمل عظيم، ده داخل المدينة الرياضية. لو كنا على المدينة الرياضية اللي جوه محافظة بورسعيد اللي كلفت أكثر من 400 مليون جنيه، اللي بتخدم شباب مدينة بورسعيد وأطفال مدينة بورسعيد وأهالي مدينة بورسعيد، اللي اتعملت في المناطق أكثر احتياجا
عشان للمواطن، لخدمه المواطن، ودي كانت طفره رياضيه عظيمه جدا. كل ده بيصب لصالح المواطن، وبيصب ان احنا بنغير سلوك المواطن عشان ينشئ ان شاء الله كده هو يبقى مستقبل قدامه واعد ان شاء الله، ويا رب يجعل ايامهم يا رب احسن من ايامنا بكتير يا رب. سيادة المحافظ، يعني عايز اتكلم على الشباب تحديدا، كلمت مع حضرتك على الشباب في الشغل وتوفير فرص العمل ومشروعات صغيره ومتناهيه الصغر وتحويل حتى صغار المستثمرين من الشباب لكبار المستثمرين، لكن كمان في جزء تاني يتعلق بالشباب وهو البرنامج الرئاسي لاعاده وتاهيل الشباب، وهذا البرنامج اللي بيتم تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتاهيل الشباب على القياده، وانه يخرج الشاب هو مؤهل على القياده والاداره وعنده كمان خبره في نواحي اخرى مش بس الجزء المتعلق بالنواحي المهنيه. احنا كل اسبوع في محافظه بورسعيد يا فندم بنعمل لقاء شبابي، بنشوف نسمع الشباب ونتحاور معاهم ونشوف المشروعات اللي هم بيفكروا فيها، والحمد لله انا كمسؤول استفدت من افكارهم كتير قوي، وفي نفس الوقت عملنا للشباب مشروعات عملاقه كبيره جدا، سواء مشروعات صناعيه او مشروعات تجاريه على شاطئ البحر، او اللي هي شارع 37 اللي اتعمل خصيصا للشباب، ان هو زي شارع بالظبط اللي هو 36 في مصر اتعمل جوه محافظه بورسعيد لشباب بورسعيد. ده بالاضافه حجم المصانع اللي اتعملت في بورسعيد بتوفر فرص عمل لشباب بورسعيد والمحافظات المجاوره، ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه للشباب البرنامج الرئاسي، انا فخور جدا ان كان نائب المحافظ السنه اللي فاتت عندي اللي هو دكتور محمد هاني مسك محافظ بني سويف، كان نائب محافظ عندنا. النهارده عندي نائب محافظ عظيم جدا، انا سعيد بيه جدا ونشيط وشغال، المهندس عمرو. لا بامانه انا بشكر سياده الرئيس على الفكره الجميله ديت، عشان فعلا شباب واعد وعنده فكر وخلاق وبيشتغل وبيكتسب الخبرات من الناس اللي موجوده حاليا دلوقتي، بيقدروا يكتسبوا جميع الخبرات طبعا بسهول. طبعا وبيطوروا. طيب واحنا بنتكلم بقى اتكلمنا كتير عن الانجازات، عايزه اتكلم على الانتصارات، وبكل تاكيد حضرتك ليك ذكريات. احنا يمكن اتكلمنا كتير مع حضرتك على الانجازات طول الوقت اللي تمت على ارض بورسعيد، عايزه كمان اتكلم مع حضرتك على انتصارات اكتوبر العظيمه وذكريات حضرتك طبعا مع نصر اكتوبر المجيد. انا كاحد افراد القوات المسلحه ولي الشرف ان انا خدمت في القوات المسلحه، وده شرف كبير لكل مصري ان يخدم في القوات المسلحه. طبعا حرب اكتوبر المجيد ده انا زي ما قلت لحضرتك اكبر انتصار حقيقي لمصر في العصر الحديث، وبروح اكتوبر احنا اشتغلنا بروح اكتوبر، يكفينا فخر ان انا كمواطن بورسعيدي ادي قناه السويس، كان في 67 ما كانش فيه الكلام ده كله، احنا موجودين على المجرى الملاحي وكنا وكان الدنيا كانت صعبه قوي، وفي نفس الوقت اتهجرنا من محافظات محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد. طيب بعد نصر اكتوبر العظيم بعبرنا من الهزيمه للنصر، لما الجيش المصري العظيم اقتحم خط برليف واستعدنا الارض، ايه اللي حصل؟ سينا اتعمرت النهارده اهي، اتعمرت بروح اكتوبر، وانا بضيف مع روح اكتوبر روح مصر اكتوبر لسه مكمله معانا، واتعمرت مع روح هنزود معاها مع روح اكتوبر، روح 36 يا فندم، روح الحفاظ على الهويه المصريه ايوه، والحفاظ على البناء والاعمار. جيل اكتوبر رجع مصر من المغتصبه، ارض مصر ارض سيناء اللي كانت مغتصبه، ده جيل اكتوبر. جيل 36 رجع هويه مصر اللي رجعت لنا ثاني، اللي بدانا فيها احلام المصريين تتحقق كلها زي ما قلت لحضرتك. طب رساله حضرتك بقى، لو احنا بنتكلم رساله من حضرتك لاهالي بورسعيد طبعا ولكل المصريين الحقيقه عن اللي بيحصل، ما هو الخير في بورسعيد برضو بيعم على مناطق تانية وبيعم على محافظات تانية، ويعني اكيد هذا الخير بيفتح فرص عمل كمان واستثمار لناس كتير بره بورسعيد. طبعا طبعا احنا عندنا في الاستثمارات الموجوده في بورسعيد حاليا دلوقتي في اكتر من 60% من المحافظات المجاوره، من الشباب المحافظات المجاوره بيجي بيشرفنا هنا بورسعيد وبيشتغل في المناطق الصناعيه اللي في جنوب بورسعيد وفي الاستثمار. بالاضافه ان التجميل اللي حصل في مدينه بورسعيد سواء من شوارع ومن طرق ولا من مباني والحاجات دي كلها، ده برضو قام بيها شباب بورسعيد وشباب المحافظات المجاوره. كل فرصه عمل اللي احنا بنعملها يا فندم دي بتبقى بتضيف للشاب خبره وبتضيف للشاب مورد رزق، ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا في بورسعيد عملنا تجربه رائده بالنسبه للتعليم الفني،
ده أيوة. مهم قوي. عندنا بورسعيد اكتر من 17 مدرسه تعليم فني. من 3 سنين احنا ربطنا التعليم الفني بالمصانع. بقينا نودي لاولادنا يتدربوا من التعليم الفني، يتدربوا في المصانع، وفي نفس الوقت هم مدرسينهم يشرفوا عليهم. ربط الدراسه بسوق العمل. بسوق العمل الحمد لله ده وفر لي في خلال 3 سنين السابقه اكتر من 8000 فرصه عمل لشباب بورسعيد للمصانع. بعد ما اتخرج من المدرسه الفنيه بيروح تلاقي المصنع وطالب بيقول له تعالى انا محتاجك عشان تكمل معايا. الحمد لله. يعني انا بشكر حضرتك جدا سياده المحافظ على هذا الكم من الانجازات، وانا عارفه ان يعني احنا كلامنا عن بورسعيد ما خلصت، لان احنا يمكن انا مع سيادتك انا عايزه من كتر ما انا عايزه كل مشاهد بيشوفنا دلوقتي يشوف بورسعيد حصل فيها ايه، فكنت بنقل مع حضرتك انا عارفه النقط بسرعه جزء بسيط من الحلم الكبير اللي بقى واقع ملموس على ارض بورسعيد. احنا بس نقلنا باكد تاني جزء بسيط جدا، لكن الحديث عن بورسعيد وما يحدث في مصر من انجازات والانجازات والانتصارات بكل تاكيد لسه ما انتهاش الكلام عنه. انا بشكر حضرتك كل الشكر للسيد محافظ بورسعيد سياده اللواء عادل غضبان. بشكر حضرتك كل سنه وحضرتك طيب مره اخرى ومره تانية وثالثه كل سنه ومصر الجميله الغاليه العظيمه طيبه وبالف خير. كل سنه وكل ابطالنا ابطال القوات المسلحه الحقيقه اللي بنوجه لهم التحيه والتقدير لكل جندي مقاتل هو درع الوطن وحمايته. استاذن حضراتكم قبل ما نروح لفاصل تشوفوا معانا معلومات بالارقام عن الانجازات اللي حصلت على ارض بورسعيد، بعدها هنرجع نكمل معاكم.